من يصدق ان كان في ناس ساكنه في هذا الكهف وعايشين جوف ذا الكهف، وعائله يعني لا تقل عن 5 أنفار 6 أنفار. هذا الجلسات حقتهم هني ما شاء الله تبارك الله. هذا الشق الثاني، غرفة النوم هذه ثم هني، هذه تكون دريبة غنم نحطنا غنم فيها، نشوف قدرة حلالهم ما شاء الله، يعني فوق 1000 فراس كلها 10 نعاج ما في غيرها، حطنا هني عشان ما حد يسرقها. هذا أيام السرق وأيام النهب، هذا هو منزل وبيت كاين في قديم الزمان، اليوم بيت مسلح ما شاء الله تبارك الله. هذا الوادي قدامكم.